مجلس مقاطعة همسيك. وبالمناسبة كنهنئ في شخص السيد محمد جدار المنتخب الوطني الأولمبي بإحرازه على الميدالية النحاسية في أولمبياد باريس. وفي إطار الاحتفال بالعيد العرش المجيد الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعال من هنا وغادي تمشيو للرقم 12. عاد عندك السي خليل، خذ عاد ديالك جي ورا العلفة وخذ عاد ديالك. وبالمناسبة كنهنئ في شخص السيد محمد جدار المنتخب الوطني الأولمبي بإحرازه على الميدالية النحاسية في أولمبياد باريس. سيروا بالليه لهي صمت المذاكرة عملت إقليم بشيد. ما كيفاش السي مقدم هادشي تيكون هز سير اخويا تشكر هاد الناس اللي قايمين بهاد الدور اللي تتشوف الناس الوقايه المدنيه لجنة المنظمة عطونا الباب عطونا الباب الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير عطونا الباب اللي تتشوف قوة المساعدة الأمن الوطني اللي عنده واحد الرغبة على هاد الخيالة اللي تتشوف قائد قوة المساعدة وقائد الأمن الوطني اللي هما معنا تقوموا بواحد الدور اللي الله يجازيهم بخير. غادينا نذكروا الرقم جوج اللي هو المقدم محمد فدوان
ديالك القانون اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.